بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان كاستمايزنج ذا منيو هنروح على البلاير يا جماعة وهنتكلم عن التاب التاني بقى. كنا اتكلمنا في الليكشر اللي فات عن اللاي اوت، اليوم راح نتكلم عن المنيو. المنيو ديت يا جماعة هي القائمة اللي بتكون موجودة على البار اللي على الشمال أو على اليمين إذا كنت أنت طبعا حاططها، بس طبعا بشرط أنت بتعمل كنترول على المنيو. أنت لازم أن تبقى منشط المنيو اتسلف نفسها، لازم أن تكون موجودة معاك، اللي هي البار اللي أنا كنت أقصده ديت يا جماعة. أنا حاطه مثلا على السايد بار اللي على الشمال، فديت المنيو بتاعي. تمام، كلامي كله ان شاء الله باذن الله عن المنيو ديت. لو انا رحت المنيو يا جماعه هلاقي طبعا البار اللي على الشمال ديت فيه العناصر بتاعي. انا ما عنديش غير اتنين سين طبعا، وكل سين فيه سلايد. نفس الفكره بالظبط يا جماعه. السينز هي اللي معمول لها كولابسنج ديت، ادي سين اتنين، وجوه السين ما بتبقى فيه مجموعه السلايدز اللي تحت منه. ديت الامر ده بيدي لك كنترول علشان تبتدي تعرف الخريطه بتاعتك ماشيه ازاي. نفس الفكره بتاعت الستوري فيو، بس هنا بطريقه خطية مش بطريقة كاتشارت بره في الستوري فيو. طيب اوكي، الجانب ده انا عندي اتنين سين، سين اسمه الافتتاحية والسين التاني اسمه الاهداف العامة. السين الاولاني في واحد شرط، واحد نقطة واحد في سلايد خاصة بشاشة الافتتاحية، والسين التاني في سلايد خاصة بايه؟ اكزاكتلي يا جماعة. لو انا ضغطت دبل كليك بالراحة كده هبتدي اتحط في طور التحرير، اعمل رينيم للسلايد. لازم تفتكر بعد ما كنت ضغط كليك يمين ورينيم للسلايد، نفس الفكره اللي انا كنت عملتها على السين ممكن برضو اعمل رينيم، ودي طريقه سهله جدا وبتديني الابيليتي ديت. يعني يا جماعه بتديني الفرق في ان انا بس ابتدي اعرف ايه السين وتحت منه سلايد زي، بس ما بيدينيش لايف بريفيو للكونتنت بتاع السلايد يا جماعه. تمام، وديت نقطه وديت من ضمن المآخذ بتاع البرنامج. طيب اوكي، على نفس الوتيره انا ممكن ابتدي اعمل نيو هيدنج. لو انا عمل، لو انا ضغطت كليك يمين هبتدي مكان ما انا واقف هبتدي يدرج لي هنا، يعني هو ابتدى يدرج لي سلايد جديده باسم معين انا ممكن اسميها زي ما انا عايز. لما انا واقف على السين ده ضغط نيو هيدنج ابتدي يدرج لي عنوان. يا جماعه الفكره بتاعت ان هو عايز يحط لي عنوان كتايتل، يعني ده من مش سلايد، كجانب تنظيمي. مثلا انا قلت هنا تايتل 01. تمام، ايه القصه؟ خلوني طب اعمل ايديت زي ما عملت نيو دهينج، انا ممكن ابتدي اعمل له ديليت من تحت يعني. تمام، ديت الفكره في ان ديت عنوان، دولت خاصين بحاجه معينه. حتى في البروفي بتاعي قال لي ده التايتل واحد، وده يا جماعه ما بيأثرش على السينز بتوعي. خليني اعمل اوكي واروح للستوري فيو يا جماعه، الاقي ان ادي السين وادي السين الثاني. بس كل الفكره بتاعك ان المساله بقت ماشيه بجانب تنظيمي شويه. انت عارف ان ده عباره عن هيدنج، هو مكتوب موجود هنا وتحت منه الاثنين سين دول، ده الجانب الخاص بالتنظيم يا جماعه، بس ماشي مش اكتر يا جماعه. اوكي، كما ان انت ممكن تعمل امبورتيشن ل ايتم معين بيدي لك كل السينز وكل الحاجات بتوعك، جاست كليك على اللي انت عايزه تبتدي تعمله انسيرت، تبتدي يدرج لك السلايد بتاعك تحت السين اللي انت واقف عليه طبعا، او تحت. هو طبعا انا واقف على، عشان واقف على التايتل فاقدر اشوف اللي تحت هنا، فانا ابتدي اعمل له ديت بقى وافضل فاضي. تمام اوكي، جاست بسلكشن عاديات ممكن ابتدي انزلها تحت كده. انا ببتدي اعمل كنترول في مين يا جماعه؟ اكزاكتلي الاندنشن. الاندنشن اللي هي في المحاذاه بتاعتها، يعني كده انا بحاول ادخلها جوه شويه العنصر ده. تمام، كده انا بحاول اخليها عنوان رئيسي، يعني مش تحت حاجه معينه. بدايه الفكره بتاعت اني بحاول ادخلها تحت العناوين كده بليفلين، بقت النقطه ديت تحت منها النقطه ديت وهكذا يعني يا جماعه. تمام، بحاول اعمل كنترول في الاندنشنز، مين ابن مين، مين تحت مين وهكذا. طبعا في كل الاحوال اللايف بريفيو بتبقى شغاله معاك. اوكي ماشي، جميل جدا. نيجي نروح لنقطه خاصه بالجانب بتاع ريسيت، لا جاست كليك عليه بيرجع كل شيء للديفولتس الاعدادات الافتراضيه، مع نقطة مهمة جدا كان خاصة بالاديشنال اوبشنز ديت. اول كليكاي عليها خاصة بالنافيجيشن ريستريكشن، ريستريكشن قيود النافيجيشن على المنيو ديت. انا عندي ثلاث اوبشنز، نركز بالله يا جماعة. الاوبشن فري، اي حد ممكن من البار ديت يا جماعه على المنيو ديت في اي لحظه يضغط كليك ويفتح الكونتنت بتاعها، مش لازم سيادتك يمشي بريستريكتد معينه، قيود معينه، لا لا لا، ممكن في اي لحظه يروح لاي جزء لاي سين لاي جزء من الدرس، جاست كليك يبتدي يفتح لك الكونتنت بتاعه. هذا فري كنترول، فري. الجانب الثاني ريستريكتد. ريستريكتد يعني ايه؟ ريستريكتد هو مقيد، يعني هو بيمشي في ترتيبك اللاين، يعني نيكست 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 نيكست،
ما يقدرش يعمل الجامب السلايد قدام، يعني ما يقدرش يعمل هنا بتلاقي عندك السينز بتوعك كلهم، ما يقدرش يختار سلايد معينة من قبل ما يعدي على كل السلايدز اللي فاتوا دولت يا جماعة، لكن يقدر يروح في أي لحظة يرجع حتى بترتيب عشوائي لسلايد راح هو قبل كده. يعني ايه؟ يعني هو يقدر يعمل جامب باك، يعني يقدر يستعرض اي سلايد شافها قبل كده مش شرط بنفس الترتيب، لكن علشان يطلع لقدام لازم يمشي بالقيود اللي انت حاططها له، يبقى لازم يمشي بنفس الترتيب بتاعك اكزاكتلي، ذات ريستريكتد. اما بالنسبه لللوكيت ديت للاسف مكفول بشكل لوكد خالص، لازم يمشي بنفس الترتيب الخطي بتاعك، نيكست واحدة بس قدام، بريفيوس واحدة بس ورا، ما يقدرش يعمل يروح يضغط على أي واحدة على أي سلايد غير اللي قدام بس واللي ورا بس. تمام يا جماعة؟ ده الفكرة بتاعت النافيجيشن ريستريكشن ديت. طيب اوكي، النقطتين دولت بتوع رابينج لونج منيو ايتم تايتلز وشو تول تب اون هوفر، الاثنين دولت خاصين بلو انت كان عندك عنوان طويل شوية، العنوان نفسه بتاع السلايد طويل طويل لدرجة ان هو طب انا هعمل له رابينج يعني الف وخليه ينزل في سطر جديد بدل ما اكمل واحط لك 3 نقط، فاهميني انتوا يا جماعه؟ لا لا، اعمله رابنج الف وخليه في سطر جديد، انا عايز العنوان كده، العنوان بالنسبه لي زودي، لا لا انا عايز اعمل له كده. انا مش عارف الناس ممكن تستخدم حاجه زي ديت في ايه بالظبط يعني. إيه طيب، ولا اعمل لك شو تول تب اون هوفر؟ لا لا لا، انا احاول اختصر لك العنوان وجاست لما انت تقف عليه اعمل لك تول تب نص تلميحي هنتايه صغيره يقول لك والله ده شاشه افتتاحيه تدل على ان الكلام اللي انت موجود في السلايد بتاعك. دوت نقطتين دوت كانوا خاصين ب انت فاهمني الكونتنت ديت فيها كذا، ده على وجه الخصوص، وده جانب تصميمي بصراحه انا بعتبره قوي جدا يعني. الجانب بتاعت اوتو كولابس منيو از ليرنر بروجسس، از ليرنر بروجسس الغزه بتاعت الاوتو كولابس ديت، يعني هو بيحاول يعمل اوتو كولابسنج. طب انا لو نشطت الفكره ديت وعملت اوكي يا جماعه وضغطت اوكي ورحت عملت بريفيو للانتاير بروجكت بتاعي، وللاسف انا ما عنديش غير 2 سين، ولو ضغطت على السين الثاني اهو مش راضي يوديني للسين، لو انا ضغطت على دخول هيوديني للسين، ببص يا جماعه اهو عمل اوتو كولابس، انا كنت موجود في السين راح قفل لي الكولابس الصغير ده، يعني هو كان المفروض ان هو يكون كده، بس انا لما رحت كده لقيت هو قفل لي الكولابس، ده اللي انا اقصده باوتو كولابس يا جماعه. الناس اخدت بالها؟ لو انا عملت كلوز بالله ورحت غيرت بقى في البلاير وقلت له لا لا انا مش عايز اوتو كولابس بقى المرة دي، لا لا انا مش عايز هو يعمل لي اوتو كولابس، انا اخليها مفتوحه بقى الفكره بتاعي واعمل اوكي واعمل بريفيو الانتر بروجكت بتاعي وريستريكتد، انا يا ريتني كنت غيرت في الريستريكشنز بس يلا مش مشكله، ورحت عامل دخول اهي يا جماعه عمل اوتو كولابس. لا لا اهو بصوا اهو لسه لازال السهم صغير مفتوح واللاير بتاعتي مفتوح، الفكره بتاعت اوتو كولابس يحاول يطوي السين بكل السلايدز بتوعه عشان الليرنر ممكن يكون ما يتشتتش يعني، وده جانب بالله جميل جدا وجانب قوي جدا انستراكشن ديزايننج بالله. في ناس يعني انت ممكن تحتاج الموضوع ده ومهاره دقيقه بصراحه، يعني ممكن تحتاجها بشكل او باخر لو انت بس ركزت في انت عايز تعمل ايه بالظبط. ايه ده يا جانب اوكي ماشي معايا في نقطة نمبر انتريست. طيب الجانب ديت بيظهر في ال، ها يا جماعه هنا ما عندي ارقام، هنا ما عنديش ارقام في اللايف بريفيو بس انا عندي ارقام في المنيو هنا تمام، فانا بقول له اظهر لي النمبرز فابتدي يظهر لي ديت واحد 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 اثنين اثنين واحد، الناس فهمتني طبعا. دولت بخصوص المنيو اوبشنز، ده الكلام يا جماعه عن المنيو، وجاست طبعا جاست رايت وبتبتدي تعمل سيف وحالي خلاص بيبتدي يحفظ لك القصه بتاعتك ديت، اضغط اوكي فيبتدي يعمل لك لايف سيفنج للكلام بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.